الحقيقة أن جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية لاقت دعم سياسي وشعبي واسع منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي. هنتابع مع حضراتكم مزيد من التفاصيل في التقرير التالي ونرجع مرة تانية. تأييد سياسي وشعبي لجهود القيادة السياسية في حل الأزمة الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. فمع اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف العام لتطورات الأحداث من مركز إدارة الأزمات الاستراتيجية، ووجه بتكثيف الاتصالات المصرية لاحتواء الموقف ومنع المزيد من التصعيد بين الطرفين. وكثفت مصر من اتصالاتها الدبلوماسية بالتزامن مع القيام بدورها الإنساني في فتح معبر رفح على مدار 24 ساعة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ولعبور المصابين والعالقين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم كل أوجه الدعم للأشقاء في قطاع غزة لتخفيف المعاناة عنهم. وجاء دور مؤسسات المجتمع المدني بإعلان مؤسسة حياة كريمة عن مبادرة لنجدة أهل غزة في اليوم 3 من اندلاع الصراع، ثم انضمام التحالف الوطني للعمل الأهلي وتلبية الأحزاب المصرية للدعوة في حشد المساعدات الإغاثية وتوجيهها إلى أهالي قطاع غزة على النحو العاجل. ومع اشتداد العدوان على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وتصاعد دعوات الاحتلال بدفع الفلسطينيين للنزوح جنوبا في غزة، استقرأت القيادة السياسية المصرية الخطط الإسرائيلية الساعية لتصفية القضية الفلسطينية، وتصدت لها عبر التنسيق مع العواصم العربية والإقليمية والدولية للمبادرة بعقد قمم دبلوماسية تهدف للضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار وإدانة الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين. وخلال لقائه رؤساء وممثلي بعض الدول، أدان الرئيس السيسي التوجهات الإسرائيلية الساعية لتصفية القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة العمل على استئناف محادثات السلام، فضلا عن عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي المصري وإصدار قرارات تدعو إلى ضرورة وقف إطلاق النار وإضافة أبعاد جديدة للدور المصري تعمل على حفظ الاستقرار والسيادة المصرية في سيناء. المؤسسات النيابية في مصر سرعان ما دعت إلى عقد جلسات طارئة للبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ للتأكيد على الرأي العام المصري الرافض للصراع القائم في غزة واستهداف الفلسطينيين العزل والتخطيط لتصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين قسريا إلى سيناء. أما على المستوى الشعبي، فأعلنت القيادة السياسية أنها تصطف مع التوجه الشعبي العام في مصر، ذلك التوجه الذي انعكس في النزول إلى مظاهرات داعمة للقضية الفلسطينية ورافضة أن تنجر سيادة المصرية إلى خطط إسرائيلية هدامة تعد خطا أحمر بالنسبة للأمن القومي.